معانا الناقد الرياضي احمد عبد الباسط من اتحاد الكوره. هو حضر المؤتمر الصحفي، هو عنده طبعا تفاصيل كتير. مساء الخير. مساء الفل يا شيماء، برحب بيكي وبرحب باستاذنا الاستاذ محمود صبري وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. منورنا منورنا يا احمد، وعايز اعرف منك اخر التفاصيل الخاصه بازمه محمد صلاح المثاره من امبارح لحد النهارده، ايه اخر التطورات الخاصه بيها، وايه هي كانت طلبات محمد صلاح اللي بسببها كان بيتجاهل على حد قولوا مسؤولين اتحاد الكوره الرد عليه. نزل من شويه المهندس احمد مجاهد من اجتماع اتحاد الكوره واتكلم مع الاعلاميين اللي الموجودين هنا، وقال لهم انه رامي عباس وكيل محمد صلاح كان ارسل ثلاث خطابات، الخطاب الاول يوم 13 اغسطس والخطاب الثاني يوم 16 اغسطس، والخطابين ما كانوش يعني موقعين من محمد صلاح او اي حاجه تقول ان هم رسميين، وكانوا مبعوثين على الميل الشخصي للمهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد، فهم اعتبروا الموضوع هنا في اتحاد الكوره انه مش حاجه رسميه، فبداوا يتكلموا على انه لازم يبعت حاجه رسميه، فبعت حاجه رسميه امبارح يوم 26، قال لهم مهندس احمد مجاهد قال كده نصا، قال الخطاب 13 والخطاب 16 تناول بعض الالفاظ والمفردات ما ينفعش حد يقبلها. لما بعت الراجل خطاب امبارح يوم 26 قال لك ان احنا بنسحب الخطابين اللي فاتوا بما ورد فيهم من الفاظ او اي حاجه، فهم هنا في اتحاد الكوره قال لك خلاص كده نلغي اللي فات دوت، بنعتبر ده اعتذار مثلا من وكيله، لان اللي بيتكلم دايما وكيله هم، وحتى هو كان حريص في كلامه ان وكيل محمد صلاح دايما هو اللي بيعمل الحاجات دي. فقال لك الخطاب اللي جه 26 سالناه ايه هي بعض المطالب اللي حصلت او بعض الطلبات اللي صلاح طالبها، قال ان هو صلاح دي عايز اثنين حراس شخصيين عند غرفته، عايز حارس عند الاسانسير، عايز يبقى في ما يبقاش ليه حق التصوير لاي قنوات معاه لان هو ليه حقوق مع بتتنافى مع عقد ناديه. ده ابرز الحاجات اللي اتكلم فيها اتحاد الكره، ولكن خليني برضو اوضح لك يا شيماء واوضح للاستاذ محمود صبري، انا تواصلت يعني مع محمد صلاح او حد قريب منه جدا، قال لي هو صلاح اعتراضه على فكره مش على الحاجات دي كلها زي ما بيتقال، اعتراض محمد صلاح على ان هو كان بيجي عليه بعض المعسكرات مثلا ليله مباراه السعوديه كان نايم الساعه 6 الصبح، لانه على فكره هو حقه فعلا، هو طبعا حقه طبعا طبعا حقه، الراجل ما بيعرفش في المعسكر، هو من حب الناس فيه بس برضه فيه مخالفه من الحب، يعني 6 الصبح تصحيني يعني من النوم يعني ما ينفعش كده، ممكن يكون الطلبات مثلا وكيله كتبها بطريقه مثلا مش ظريفه او ما تتماشاش مع الخطط الجهه الرسميه، لكن هو التعبير نفسه ان هو عايز ان انا لما ابقى قاعد في اوضتي، هو بيقول ان هو بيبقى قاعد برد على تليفونات مستني معجبين، مستني كل واحد مسؤول جايب ناس قرايبه، وده اللي كابتن احمد وده شفناه حقيقي نفى بعض الكلام دوت، لكن محمد صلاح برضه بيقول ان انا ما ينفعش ابقى في رمضان مش عارف انزل افطر مع اصحابي اللعيبه، مش عارف انزل اتسحر معاهم، في حاجات كتير ما بعرفش اعملها، انا بقول مش حراس ليا، اللي انا طالبه ان هي يبقى حراس لينا كلنا او مش حراس بودي جاردات اللي هو يقصدهم، هو يقصد ان يبقى في جو من الاستقرار علشان خاطر اللعيبه تعرف تركز، اللعيبه تعرف تبقى موجوده في المعسكر بشكل كويس يقدروا يقدموا في المباريات. طبعا الموضوع انا وجهه نظري، وطبعا معاك استاذنا الاستاذ محمود صبري هو اللي بيتكلم في الموضوع، انا شايف انه الموضوع تاخر في حله جدا، لما كان في خطاب من يوم 13 ليه ما طلعوش قالوا يوم 13، في خطاب يوم 16 ليه ما طلعوش قالوا يوم 16، كانوا النهارده لما طلعوا بعد تويت محمد صلاح اعتقد ان ده رد فعل، كانوا ردوا من الاول وكانوا وضحوا الموضوع للراي العام، او يتم حل الامور لمحمد صلاح، خصوصا ان احنا مش عايزين، يعني اعتقد انا وجهه نظري ازاي محمد صلاح هيجي المعسكر اللي جاي، وازاي هيقابل الناس دي كلها، وازاي هم هيتقابلوا معاه وفي مشكله، والموضوع هيتاخد في حتت ثانيه، هل هو بيحب يتميز عن اللعيبه، وده اللي متاخد فيه الموضوع فعلا. اعتقد الاستاذ محمود صبري هيبقى عنده كلام وتحليل اكتر بعد ما قلت لكم اللي حصل في المؤتمر النهارده. استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، بشكركم جدا 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 على وجودك معانا النهارده، ونتكلم بقى مع استاذ محمود صبري عن الازمه طبعا المطار، حضرتك عرفت